وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، صف لنا أوضاع الوافدين لديك الآن. نعم، لازالت يعني الصورة الآن في تزايد لأعداد الوافدين عبر معبري قسطل وأرقيل، ثم أيضا يعني التوافد الكبير والتواجد الكبير للحافلات المحملة بعدد كبير من المواد الغذائية، لكن تستمر أيضا الإشادات الدولية المختلفة وأيضا المحلية بالمساعدات المقدمة للسودانيين الوافدين عبر معبر قسطل. كان آخر هذه الإشادات يعني ما صرح به السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان في بعض التصريحات الصحفية أن ما حدث في استقبال الأشقاء المصريين للسودانيين هي تجربة يجب أن تدرس، فاستقبال الشعب المصري للسودانيين الوافدين ساهم في الدعم النفسي وامتصاص صدمة الأحداث، وأن السودانيين لم يعاملوا كلاجئين بعد أن فتحت لهم البيوت أبوابها وتم استقبالهم أيضا كأشقاء وليسوا كلاجئين. وهذه التصريحات تنقلنا لنقطة هامة وفي الخاصة بالمبادرات المجتمعية التي تتم لاستقبال الأشقاء السودانيين. أحد الأحزاب السياسية يقدم هذه المبادرات بمساعدة الأشقاء السودانيين في توفير عدد من الشقق السكنية للإقامة بهم، وأيضا متابعة هذه الأسرة إذا كانوا يحتاجون إلى المساعدة أو إلى الدعم في أي لحظة، هذا بالإضافة إلى تواجدهم في مدينة أبو سمبل لتقديم كل الخدمات الغذائية أيضا والمتابعة الصحية لهم، هذا بالإضافة أيضا إلى الخدمات التي تقدم لهم والملحمة التي يعني يتم تجسيدها في موقف كركر الدولي. هذه المنطقة التي تجسد ملحمة وطنية مصرية هامة من خلال الخدمات التي تقدم، سواء نتحدث عن العيادات الثابتة التي تقدم عدد من الخدمات الطبية الثابتة، أو حتى المطبخ الدائم الذي يقدم الوجبات الجافة والساخنة، أو حتى التواجد للمنظمات الدولية التي تقوم بالتعاون مع المنظمات المصرية والمجتمع المدني بتقديم كل خدماتها، بالإضافة أيضا إلى توفير عدد كبير من الحافلات لنقل السودانيين إلى محطة سكك حديد أسوان للتمتع بخدمة التنقل عبر القطارات. تتحدث عن 4000 مقعد من خلال 6 قطارات يتم نقل السودانيين إلى المحافظات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الوجبات. نتحدث عن أكثر من 3000 وجبة تقدم أيضا للسودانيين في هذه المنطقة، فبالتالي نتحدث عن المبادرات المجتمعية والتكاتف الشعبي الموجود في محافظة أسوان وفي مدينة أبو سمبل وفي موقف كركر الدولي، فكل هذا يساعد في الدعم النفسي للسودانيين ويقدم لهم كل الخدمات، وكل هذه الجهات تعمل بالتوازي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساعدة للأشقاء السودانيين. فنحن نتحدث عن تكاتف كل مؤسسات الدولة في محافظة أسوان بجانب تكاتف الأهالي والمبادرات المجتمعية والمجتمع المدني وكل المنظمات التي تعمل لتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين، خاصة مع تزايد الأعداد خلال الأيام القادمة وخلال الفترة القادمة، كما نقل لنا شهود العيان من المواطنين السودانيين الذين نتحدث معهم بأن يعني خلال الفترة القادمة سيكون هناك عدد من الأسر التي ستتمكن من الخروج من السودان في حال هدوء بعض الأوضاع، ويعني إذا كانت هناك هدنة جديدة سيأتون إلى مصر حيث الأمان والتمتع بكل الخدمات المختلفة. طيب أخيرا ماذا عن لهذه الخدمات؟ أخيرا محمود، ماذا عن الوافدين من غير الجنسيات السودانية، الجنسيات الأخرى؟ نعم، هناك عدد يتوافد من الجنسيات الأخرى، نتحدث عن عدد يعني 25 جنسية مختلفة منذ يومين أو يعني مساء أمس كنا تحدثنا مع أحد المواطنين من مدينة تشاد، كان يأتي إلى هنا إلى مصر لتلقي العلاج وأيضا التمتع ب يعني بعض الزيارات المختلفة هنا في مصر، فهناك عدد أيضا يعني نتحدث عن تقريبا العدد وصل إلى 170,000 من جميع الجنسيات الذين وفدوا عبر معبري قسطل وأرقيل،
منهم 164 ألف من السودانيين، فنتحدث عن عدد كبير من الجنسيات المختلفة التي تأتي إلى مصر وهم 25 جنسية. كان أيضا هناك عدد من إندونيسيا كانوا قد وفدوا أيضا إلى مصر للتوجه إلى دولتهم، بالإضافة أيضا إلى الخدمات التي تقدم لهم. كل الخدمات الموجودة سواء في معبر قزوين أو أرقيل أو حتى في محافظة أسوان تقدم لكل الوافدين من مختلف الجنسيات سواء سودانيين أو حتى جنسيات أجنبية، ويتم متابعة أيضا هذه الجنسيات من جمعية الهلال الأحمر المتواجدة أو من مفوضية أو من المنظمة الدولية للهجرة في متابعة الرعاية الأجانب الذين يريدون التوجه إلى دولهم، يتم متابعتهم لحين وصولهم إلى إلى العاصمة المصرية القاهرة، وأيضا يتم توفير أماكن إقامة لهم ثم حجز تذاكر طيران لهم ثم التنسيق مع سفاراتهم في القاهرة يعني الخروج من القاهرة والوصول إلى دولهم إلى بلادهم. نعم، مراسل التلفزيون المصري زميل محمود جميل كنت معنا من ميناء أبو سمبل النهري، شكرا جزيلا لك.